لم تتوقف التظاهرات التي تشهدها مدينة السليمانية وضواحيها في كردستان العراق منذ أسبوع، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأحزاب الكردية الحاكمة هناك لإنهاء الاحتجاجات ومنع تمددها إلى أربيل ودهوك المحتقنتين أساساً. ومع استمرار التظاهرات مخالفة كل التوقعات بشأن خمودها، لا سيما بعد امتدادها إلى مدن وبلدات أخرى مجاورة، ازداد التوتر مع استمرار سقوط مزيد من الشهداء بنيران قوات الأمن، فيما بدا أن السلطات في كردستان تستورد تجربة قمع المتظاهرين من بغداد، مع توجيه اتهامات بوجود محاولات تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار قبل أن تصدر قرارا بمنع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة. وعلى غرار شعار نريد وطن في بغداد ومدن عراقية متظاهرة معها، فإن شعار إسقاط حكم الأحزاب هو البارز في تظاهرات السليمانية، إلى جانب شعارات أخرى تتعلق بإنهاء الفساد والمساواة بين المستقلين والحزبيين. ولجأت السلطات في كردستان العراق خلال الأيام الماضية إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت فرض حظر التجول الجزئي في السليمانية. وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع الناشطون والموظفون الذين أكدوا إصرارهم على مواصلة حراكهم. ويؤكد مراقبون في كردستان العراق أن مساحة الفقر والجوع ازدادت، مشيرين إلى أن تظاهرات بغداد وجنوب العراق كانت محفزا لتفجر الاحتجاجات في كردستان. واتهم المراقبون الحكومات المتعاقبة في بغداد بالوقوف وراء كل الأزمات التي تعاني منها محافظات كردستان، ما يعني امتداد الأذى الذي تسبب به نظام المحاصصة الطائفية إلى كل بقعة من أرض العراق، سواء من حيث الأسباب التي أدت إلى ثورة الشارع العراقي أو من حيث طبيعة التعامل العنيف مع المتظاهرين، والذي سيؤول إلى زيادة وتيرة الغضب الشعبي الناقم على الفساد المتراكم والقمع المتصاعد.